وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سعادة الوكيل، وأهلا بك في نشرة الثامنة. لو تحدثنا أكثر حول هذه الخطة وكيف ستسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في ذات الوقت. الله يمسيكم بالخير وشاكر لكم هذه الاستضافة. بداية، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، ومثل ما تفضلتوا وموافقة مجلس الوزراء الموقر على خطة التشجير في مملكة البحرين، أساس هذه الخطة هي زيادة عدد الأشجار من 1.6 مليون شجرة إلى 3.6 مليون شجرة، أي الضعف بحلول 2035. طبعا كل هذا يأتي ضمن برنامج تنفيذي للتشجير على مدار السنة، يعني في استمرارية في الموضوع. نعم. أضف إلى ذلك طبعا هذه كلها يأتي ضمن التزامات مملكة البحرين لأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للوصول إلى الحياد الصفري. نعم. فمثل ما الله يسلمك، يعني العمل كبير والعمل في عدد من الجهات يحتاج تضافر الجهود للوصول إلى الهدف. نعم، ما هي أهم المبادرات التي تسعون إليها في الوزارة لتحفيز كافة الأطراف لتشارك معكم في هذا المشروع، مشروع التشجير؟ نعم، طبعا احنا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعنا عدد من المبادرات وتشجيع كافة الجهات والأطراف لمشاركتنا في هذا المشروع الوطني للتشجير. هو مشروع وطني، أساسا هو مشروع وطني، هاي اللي حبيت أأكد عليه. نعم. أضف إلى ذلك الله يسلمك، أعمال التشجير هي مستمرة، هي ما وقفت أعمال التشجير من السابق وحاليا في المستقبل، لكن الهدف الله يسلمك أنه ضمن الخطة زيادة أعمال التشجير وزيادة وتيرة العمل. أهم، هناك أيضا عدد من المبادرات مثل ما تفضلت، أهم هذه المبادرات حبيت أذكرها على عجالة: زيادة التشجير في المشاريع الحكومية بالنسبة إلى زيارة الرقى الخضراء والتشجير في الشوارع، عندنا التقاطعات، المنتزهات، الحدائق، بالإضافة إلى المماشي. عندنا المشاريع الإسكانية أيضا، يعني قطاع مهم في موضوع التشجير وزيارة الرقى الخضراء. على سبيل المثال عندنا مدينة سلمان، الأخوان قايمين بعمل كبير في موضوع التشجير في المدينة. المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أيضا عندهم مبادرات مهمة ومستمرة. عندنا مبادرة دمتي خضراء بالشراكة مع القطاع الخاص والبلديات. عندنا المدارس قطاع مهم أيضا، تشجيع الأفراد أنفسهم للمشاركة في خطة التشجير، يعني الواحد اللي نية وزرع في بيته أو في منزله هذا أضاف إلى موضوع التشجير. لذلك هذا عدد من المبادرات، وهناك مبادرات أخرى إن شاء الله نعلن عنها إن شاء الله لاحقا إن شاء الله بإذن الله. سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.